على إعلان الأسبوع. مزروكة هي الدعاية الجديدة لبنك بي بي اي سي بهدف التأمين القروض الشخصية للأشخاص لحاجاتهم الخاصة. منتابع سوا هالإعلان. ما قلت لك تالت لوليد، تاني لسمر، والأول لقلنا. ايه خلاص. شو؟ تريبلكس؟ لا، رفاص. رفاص؟ مزروكة؟ مع القرض السكني من بي بي اي سي صار فيك تجيب البيت اللي بيناسبك. بي بي اي سي. مين كان ورا تصميم هالاعلان؟ بنستقبل اكزيكتيف كرييتيف دايركتور من شركه ادرينالين رودني عيسى. مساء الخير رودني، كيفك؟ تفضل. رودني عيسى مساء الخير واهلا وسهلا فيك من الاخر. ثانك يو. كيف العاده؟ جريت. مزروكه؟ لا تمام. خبرنا شوي اكثر عن هالسلوغان مزروكه، قديش هو بركي اخذينه من الواقع وقديش في ناس بلشت ترجع تقوله؟ 100% بيير، ثلاث ارباع العالم هلا اوضاعها مزروكه، بتعرف الانفليشن واللي عم بيصير بكل العالم. نعم. العالم محتاجه، بتعرف اللبناني بحب يعيش سو وثلاث ارباعه مزروك، سو نحن عم نلاقي له حل لهالزركه اند عم نخلق له لونز ليقدر يرحرح حاله ويمشي حاله. وبعدين يسدد اللون؟ اكيد بس على اربع خمس سنين سو بيكون ارتاح. بيرتاح فيها. خبرنا، نحن شفنا دعايه واحده بس انتم كانت سيري دعايات، ما كانت بس دعايه واحده. صح، في ثلاث دعايات وبعد جاي كمان هوبفلي. ربني بظل العدد الكبير من البنوك يعني اليوم عم يعملوا اعلانات، عم يعملوا دعايات كثير، يعني اليوم بنشوف اكثريه المعلنين بلبنان هن البنوك. كيف قدرتوا تنقوا كرنو معين لحتى تتميزوا وعشو ركزتوا اكثر شيء؟ يعني دائما بدك شيء هيك كاتشي، شيء شغله يرددوها العالم فيحفظوها. سو نحن طلعنا وين العالم اكثر شيء عن جد، شيء كومن بين العالم كلهم وهي الزركة. يعني كل العالم شوي مضايقة لأنه الوضع شوي مخنوق. سو طلعت معنا كلمة مزروكة، يمكن طلعت لأنها انسايت شغلة بتصير مع كل العالم. سو هيك طلعت الفكرة. لا الحلو انه ما لعبتوا على العواطف وهيك، مثل اوقات مؤسسات ما بيكون اي هدف منا الا مالي، يعني الدعاية بتكون كلها عاطفية وحنان. صح. وهيك لا ما كان في هالشيء يعني. لا صح معك حق، يعني شفنا وين العالم اكثر شيء مخنوقين، نحن شفنا النيد تبعهم وخلقنا لهم سوليوشن. سو مش جاي عن اكسبيرينس بيرسونيل؟ ما زركتك جويس؟ مين جويس؟ مرته. اي وحده؟ اي 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 اكثر شيء بتمثلك؟ الارض الشخصي، الارض السياره، اي ارض؟ الارض الشخصي يعني عندي كذا واحد. من البيبي اسامه هي اكيد 100%. باتريس انا مو ردني، انا كثير على بالي اعرف انتم كيف بتطلعوا بالفكره، يعني المطبخ اللي بتطبخوا الفكره فيه، لانه عرفت انا اليوم ادرينالين كوركوماز حدا بتشتغل مع رودني وبعرفها، دقيت لها كانت عم تعمل كريب سالي سكري بالمكتب. صح. فانه قديش مهم هالقد تكونوا عم تتسلوا ومبسوطين وقراب من بعضكم. هيدا بارت كبير من الانسبريشن تبعنا. كريب كيف نطلع ولا بتدخلوها وبتطلع بافكار؟ لا اكيد بناكلها وسالي وسكري وكل هالشيء. انتم كذا كرييتيف بيشتغلوا مع بعضكم؟ اكيد اكيد، نحن تيم نقعد مع بعض نعمل برين ستورمينج وبنطلع بالفكره. ومين بقرر اخر شيء انه هيدي هي اللي رح تمشي؟ حضرت رضي. شنو كرم؟ كان فيها اكيد نجاح كثير الدعايه بالكرييتيف سايد، بس كيف كان بالسيلز؟ صار في ارض عالم دقوا للبنوك؟ كان في كثير استجابوا العالم مع هالشيء لانه مثل ما قلت كيف بقي مصاري يعني بالبنك ولا اخذوه كله؟ لا بقي مصاري اكيد، في مصاري كثير بالكل. اوكي دونك سو ات واز ا سكسسفل كامبين. ديفينتلي ديفينتلي، ومنشان هيك يمكن نكمل فيها للكامبين لانه كان في تجاوب مع العالم. اوكي
رولا منصور. رودني عذبوكم الاولاد ينطوا على التخت او بعتقد زبطت معكم من اول مره؟ اهلا شيء صراحه كنا خايفين شيء ولد يوقع من شيء تخت. ما تخاف عليهم ابدا, عامل لهم نطوا على مهلكم وهيك سو بس مش الحال زبطنا. هاي غبريل تكنيك مو. لا انا اول شيء بدي اقول انه حصل لي الشرف انه اشتغل مع رودني على هذا الفيلم, وبدي اغتنم الفرصه توجه تحيه لكل التيم, مكرم فتى صديقنا ووديع والياس وماي, وكان عن جد شغل علي. انت اشتغلت على التكنيك تبع الفيلم على انتاج الفيلم. ايه لازم نقول انه استوديو فيزيون كان منتج, كانوا عدا وقدود 100% بإدارة السيد حبيب غبريل. بدي اقول لك تحية سيد حبيب. لا بدي اقول انه احلى شيء بالفيلم, احلى شيء بالفيلم الجودومو يعني اللعب يلي هي مزروكة ماديا, ونحط وكان دائما بالفيلم هني مزروكين كان بالبيت او بالسياره. كثير مهضوم. بس بدي اسالك ليه دائما بتروح على الكوميك تتوصف واقع منه كثير يعني مرير شوي؟ يعني لان بتخففها على العالم يعني بتقولها بمزحه, عرفت كيف؟ بعدين انت بتبتسم بعدين بتقول اه مزبوط انا هيك, سو بتاخذها على حالك, بتاخذها اذا بدك شوي اهين يعني ما بتاخذها بانه دراما. دراما 100%. للاخر باتريسيا انا بدي اقدم اشتغل معكم اذا في كراب كل مره. اهلا وسهلا. لا ما تزيد الكراب كثير. مش بس كراب, كراب وبيتزا وكلهم. خلص جاي بكره. اهلا وسهلا. بس بدي اقول انه مش بس انه اشتغلتوا انتم مع البي بي اي سي, انه في كذا دعايه شفت ادرينالين ممضيين وكان شغل كثير حلو, وكثير حلو الاسبيت اللي اشتغلوا فيه وهيك الروح الشبابيه, وبذات الوقت فيها هيك دائما شيء مهضوم. ثانك يو. سينو كرم للآخر. أنا حبيت كيف independent agencies عم بيصيروا غير عن multi nationals, عم بيعملوا شغل كتير حلو وعم بيتكبروا بسرعة وعم ياخدوا سيت حلو بلبنان وبرات كمان. ليه ما أخدتوا تينو كاس؟ ولا next time hopefully مش أردوا الشباب بدون واحد كان كتير مهم. أنا بيجي على اللحمة وعلى الهضرة وعلى لا يلا next هلا خلص هلا غني سعرك. لا هلا ما بعرف ما فينا مورا للآخر مش مورا ولا منصور. انا ما حبيت ابدا للدعايه كثير بشعه. لا عم بمزح بس تشوف راسك. لا حبيتها, لا حبيتها وبحبها لانه فيها هيدا المرح يعني الاسبري الامور بيمرق بسرعه عند الناس. من الاخر هيك او هيك هيك جورج حرب من الاخر اكيد هيك ورودا كادي. وانا بدي اقول شغلي رودني اللي حبه او ما حبه مزروكه علقت براسنا كثير, بس ان شاء الله نبطل مزروكين. ما هو ما هي هو الموجود ببيتي. ان شاء الله موجود ببيتي ما بضل حدا مزروك. اكيد على امل تقدروا تساعدوا كل الاشخاص اللي مزروكين. المساج وصل, الدعايه كانت سلسه كثير ووصلت مساج دغري ونفهم المساج دغري. مش هيك بدنا نشكركم كثير للشركه اللي عملت هالاعلان, شركه ادرينالين. رودني عيسى بعد مره شكرا كثير لوجودك معنا ليلى. ثانك يو. Thank you.